السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى وخوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم حبيت ننوه بقرب الفرج إن شاء الله بهذا الوباء، وباء كورونا إن شاء الله ما بقى من الكثير إلا القليل، وما احنا وتفوت بإذن الله تعالى، وإن شاء الله المساجد تفتح وترجع الحياة الطبيعية لكل الجزائريين وكل الناس في العالم، وإن شاء الله ترجع المساجد تفتح ونروح ونصلي وكامل إن شاء الله صلاة التراويح بإذن الله تعالى، ما بقى من الكثير إلا القليل. وباش ما ننساوش نترحموا على الناس اللي ماتوا ربي يرحمهم، والمرضى ربي شافيهم بإذن الله تعالى. موضوع اليوم بعد غياب طويل نوعا ما، راح الشيء اللي اشد انتباهي انه يعني الشتاء راهي فيها درجات، الشتاء عندها درجات، لكن لما يتوصل الامر بالشتاء للدرجه القصوى هذه اصبحت مجرد كما نقولوا احنا سكتش ولا حكايه تاع ناس زمان يخوفوا بها الناس ولا يضحكوا بها الناس، يضحكوا بها الاولاد، يبسطوا بها الاولاد، على الترفيه يعني عن النفس كروايه ولا اسطوره ولا حاجيه كما نقولوا، كما يقولوا الناس بكري محاجيه، هذه هي المحاجيه، حانجيتك يا حانجيتك كما يقولوا الناس بكري. الشتاء الذهبي طبيعه الحال قال نهار اللي زاد شي بدون مبرر، يعني شيتوا على رواحكم، بس اعطونا مبرر علاه راكم تشيتوا في حاجه ما كانش، الواقع ما يتقبلهاش والعقل ما يتقبلهاش. هاي المشكله وين؟ العقل والمنطق والواقع ما يتقبلهاش. انا نهار قناه النهار عندها حريه في الخط نتاعها ولا في المسار نتاعها، هي حره تشيت لزاتشي ولا تجي ضد زاتشي ولا تهاجم زاتشي ولا تجي في صف زاتشي، هي حرة عندها الحرية التامة. بصح شوية نرحموا عقول الناس. درك انايا جزائري ونعرف قناة النهار، لو يكون واحد من دولة اخرى مصري تونسي مغربي اي واحد كي يقرأ العنوان هذا في اتصال هاتفي، هذا من قناة النهار ولا من موقع تاع قناة النهار، في اتصال هاتفي، اسمعوا مليح خاوتي وقراوا مليح وثبتوا مليح، راهو الصدمة راح تصدموا. في اتصال هاتفي زاتشيوا انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم، يبحثان ماذا؟ شوفوا هذا العنوان، هذا شوفوا، يبحثان مستقبل كرة القدم. مستقبل كرة القدم، مش قال مستقبل البطولة الجزائرية، كون قالوا البطولة الجزائرية نتقبلوها نوعا ما، رغم اني ما نمنش بها بصح نقولوا معليش. قال اوا سيدي ممكن البطولة احنا حاصلين فيها، وشوف كيفاش دير لنا الفيفا باش نقدروا نفوتوا البطولة، ولا مع المرض تاع هذا تاع الوباء تاع كورونا، يعني مقبولة نوعا ما، مقبولة نوعا ما. بصح يبحثان زاتشي وانفانتينو يبحثان مستقبل كرة القدم، مستقبل كرة القدم. شفتوا هنا وصلنا؟ انا قلت لكم ونعاود، النهار تشيت على زاتشي ولا المحامي رقم واحد لزاتشي هذا شي خصها. بصح باش نضحكوا الناس علينا، نضحكوا الناس علينا، شوفوا هنا وصلنا للدرجة اللي وصلنا لها، اننا يعني عندنا سكيتش مضحكة، والله العظيم مضحكة يعني بكل صراحة. زاتشي وانفانتينو يبحثان مستقبل كرة القدم في العالم، زاتشي يعطينا حلول، يعطي الحلول المانيا وايطاليا والدوري الانجليزي اعظم دوري في العالم، والدوري الاسباني لا ليغا، والدوري الايطالي، والدوري البرتغالي والالماني والفرنسي، راهو يشاور فيه انفانتينو كيفاش ندير، انقذني يا زاتشي. يا نندب نندب كما يقولوا، والله غير ما فهمت، ما لقيتش ما نهضر، نندب. نرجعوا نكملوا المقال هذا الاسطوري، يبقى في التاريخ هذا المقال، المفروض يهزوه ويبعثوه للعالم كامل يتفرج فيه. شوفوا وصلنا المستوى الراقي، الراقي شيت على روحك، بصح مش بالدارجه هذه يا اخي، راك مرقتوها، مرقتوها، شيتوا على روحك. اسمعوا مليح، اقراوا مليح. تواصل رئيس الفيفا جياني انفانتينو مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زاتشي
جيد هنا مقبول، بشرط لو تقولوا باللي تواصلوا على جال مستقبل كرة القدم الجزائرية وكيفاش نكملوا الدوري الجزائري مع معرض هذا الوباء نتاع كورونا. هنا نتقبلها، العقل شوية تقبلها. للتباحث حول مستقبل كرة القدم، وشوف الصدمة وين، حول مستقبل كرة القدم. شفتوا كيفاش استغباء الناس في ظل تفشي فيروس كورونا، في ظل تفشي فيروس كورونا. المكلف بالإعلام لدى الفاف، شكون المكلف بالإعلام لدى الفاف؟ هو صالح بيع عبود. احنا نعرفوش شكون صالح بيع عبود. هذا صالح بيع عبود اللي ممكن الناس اللي ما تعرفوش كانوا يجيبوه خطرات في الهداف مرات في كاس العالم، كاس افريقيا 2017، وكان يقول لهم باللي، وكاين الفيديوهات باش نكون نحطكم في الصوره اخوتي، كان يقول لهم باللي منتخب الجزائري ما يلعبش بالقلب، وعندنا لاعبين ما عندهمش الغيره على بلادهم، ما يلعبوش بقلبهم كيما غانا. اعطى مثال بغانا، كلش بالدليل كاين. هذا صالح بيع عبود، وصالح بيع عبود هذا دائما يهدر ويهاجم اي واحد ينتقد نادي بارادو، وصالح بيع عبود هذا دائما يتكلم على اللاعبين الشباب نتاع نادي بارادو. يعني بعدها من مدة قليلة ولا مسؤول في الفاف، يعني تشيت لي تهدر لي على الاكاديمية نتاعي تاع بارادو تاع زاتشي، راني نعطيك بوست، هذه الاتحادية كيف راه تمشي. المهم هذا صالح بيع عبود يعني حبيب زاتشي. قال اليوم هذا صالح بيع عبود اليوم السبت في تصريحات للإذاعة الجزائرية، للإذاعة الجزائرية ماينا، أن الرجل الأول في فيفا اتصل هاتفيا بزاتشي. صالح بيع عبود لم يكشف بالضبط، أو قال له ما على بالناش وش صرا ما دار بين الرجلين، لكنه ألمح لحديثهما بشكل أكبر عن مرحلة ما بعد فيروس كورونا في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا. هذا صالح بيع عبود حبيب زاتشي، صح، اللي كان يدافع على بارادو اعطوه منصب، اوكي مقبول، انا الله يسهل عليهم. صالح بيع عبود كلم اهدر مع الإذاعة الجزائرية، قال لهم باللي انفانتينو تكلم مع زاتشي. يعني تايا سمعتوا باللي انفانتينو تكلم مع زاتشي بس ما عرفتش واش قال. كيفاش تسمعوا يهضر مع انفانتينو؟ شكون اللي قال لك راه يهضر مع انفانتينو؟ هذه الاولى. وفرضا الى سمعتوا انت صح هضر مع انفانتينو، يقول لنا واش قال مع انفانتينو. انت سمعتوا يهضر مع انفانتينو بس ما قلتلناش واش هضر، صح. من بعدها واش قال؟ قال لك المح لحديثهما بشكل اكبر عن مرحله ما بعد فيروس كورونا، صح. هو لمح على مرحلة ما بعد فيروس كورونا بصح ما قال الناش باللي زاتشي راهو ماذا، راهو يبحث مع انفانتينو مستقبل كرة القدم. شوف العنوان راهو كبير، يعني يا النهار انفانتينو هذا يخلي بطل العالم رئيس الاتحادية الفرنسية بطل العالم ما يهدرش معاه وما يقولوش ما يعطيش حلول، ويخلي رئيس الاتحادية الإسبانية اللي عندها لا ليغا الإسبانية ما يهدرش معاه، ويخلي رئيس الرابطة الإسبانية لا ليغا ما يهدرش معاه، ويخلي رئيس الاتحاد الرابطة للمحترفين الإنجليزية أعظم دوري في العالم ما يشاوروش وما يعطيش نصائح، ويخلي الدوري الإيطالي الكالتشيو ما يهدرش مع الرابطة الإيطالية مع رئيس الاتحاد الإيطالي وما يعطيهش حلول، يخليهم هذم كامل. وزيد الإيطال ألمانيا ما أدراك ما ألمانيا يا سي محمد، بطل العالم قديش المرة، وألمانيا مدرسة، وألمانيا في كل المجالات قوة كبيرة ألمانيا، ما نقدرش ننكروا هذا الشيء. ما يشاورهاش أنفانتينو وما يشاورش رئيس الاتحادية الألمانية وما يشاورش ما يتبحثش مع الرابطة الألمانية البوندسليغا، ويروح لزاتشي اللي حصل باش يبعث ملف المترشح نتاع الكاف المنصب اللي عتدي الجزائر، راح بسبب ماذا؟ بسبب التسيير الهوي للاتحادية الجزائرية اللي ما قدرتش تبعث ملف للقاهرة.
يعني انفانتينو من ضمن الناس كامل هذو اللي سميتهم لكم، المانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا بطل العالم والبرتغال وكل الدوريات الاوروبيه الكبيره، ما لقاش حلول، ما قدروش يعطوه حلول، راح زاتشي باش يعطيه حلول، لان زاتشي والاتحاديه هذه نوابغ نابغه نوابغ، هما اللي حصلوا في المقابله نتاع الديربي تاع اليسما وتاع المولودية وما عطاوش النقاط للان لليسما وغير وغير من الفضائح والعديد من الفضائح وملف اللي ما قدروش يرسلوه للكاف باش تدي الجزائر منصب، وراح لنا منصب بسبب ماذا؟ بسبب التسيير الهوي، بريه ما قدروش يرسلوها. يعني شوفوا درجه الغباء والاستغباء الناس، كفاكم استغباء الناس، بركات يزيوكم، راكم كثرتوا باستغباء الناس يا سيدي. اضربوا الشيت على ارواحكم، الزطشي شيتوا له ليلا نهارا صباحا كيما تحبوا، شيتوا الزطشي كيما تحبوا، انا قلت لكم حريه الله يسهل عليكم، وانما ما تجيوش النهار برك هذه لا للنهار، يجي النهار تدوروا على الزطشي، كملوا كيما هاك مع الزطشي، بصح ما تستغبيوش الناس الا استغباء الناس، مش للدرجه هذه. اتصال هاتفي بين انفانتينو وزطشي يبحثان مستقبل كرة القدم، شو الكارثة، شوف شوف وين وصلنا، شوف شتو وين وصلنا الصحافة نتاعنا وحشى البعض. على كل حال كاين اللي مهنيين وحرفي ومحترفين بعد معنى الكلمة وما عندهمش التوجهات هذه تاع فلان جي مع فلان ومع الشخص مع العباد يخدموا مهنية، وكاين مع زطشي ظالم أو مظلوم، إن شاء الله ندخلوا فيه حيط، إن شاء الله هنجيبوا لكم الخرافات كما الخرافات هذه نتاع زاتشي وانفانتينو يبحثان مستقبل كرة القدم. يعني المانيا ما عندنا ما ندير بكم، هذا انفانتينو ما عندي ما ندير بكم، ايطاليا ما عندي ما ندير بكم، اسبانيا ما عندي ما ندير بكم، المانيا وما ادراك ما المانيا ما عندي ما ندير بكم، البرتغال فرنسا بطل العالم ما عندي ما ندير بكم، الروح لزاتشي نكلمو ولا يعطيني حلول في كرة القدم مستقبل كرة القدم كيفاش ندير مع مرض كورونا. نعم شفتوا كل وسط النهار استغباء الناس، عيب عليكم. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.